السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى، ما بعد. كيف حالكم أيها الطلاب العزيزة من الصف السادس؟ عساكم بخير وصحة وعافية. أيها الطلاب العزيزة، هنيئا لكم في درسكم هذا وفي صفكم هذا وفي صفكم وفي صفكم الجديد هذا. الآن أدرسكم مادة اللغة العربية الورقة الثانية، فانظروا إلى كتابكم باهتمام واستمعوا وتقرؤون معي إن شاء الله تعالى. فأيها الطلاب العزيزة، أولا نعلم أو نعرف معرفة الدرس إن شاء الله تعالى. فتعارف الدرس: المادة اللغة العربية الورقة الثانية والصف السادس، والدرس العام الدرس الأول، والدرس الخاص أقسام الكلمة والصفحة الأول. وثانيا نعلم نتائج الدرس، فإن شاء الله تعالى نعلم من هذا الدرس أقسام الكلمة. وثانيا نعلم الاسم والفعل والحرف حول أمثلته. وثالثا نقدر في العبارة على تعيين الاسم والفعل والحرف. فأيها الطلاب العزيزة، هلموا إلى كتابكم وتعالوا. فافتحوا من كتابكم الصفحة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأول أقسام الكلمة. الدرس الأول أقسام الكلمة. প্রথম পাঠ কালিমার প্রকারভেদ. اقرأ الجمل الآتية. সামনের বাক্যগুলো পড়. في وسط الصفحة قاعدة. تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، فذكر في وسط الصفحة انقسام الكلمة. وفي بداية الصفحة ذكرت الأمثلة حول أقسام الكلمة. فأولا نتعلم أقسام الكلمة ثم أمثلتها. تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام. كلمة تين بروكار بيبقتو هي شغلو هلو. الأول الاسم
والثاني الفعل والثالث الحرف. فالاسم مثل رجل، نافذة، سيارة، أب، سعادة. فهذه أسماء. والثاني الفعل مثل شاهد، صيغة الماضي، والمفرد المذكر للغائب كان، صيغة الماضي، شكر، صيغة الماضي، يمشي، صيغة المضارع، يبتسم، صيغة المضارع، أوقف، صيغة الأمر، هاتي، صيغة الأمر. والثالث الحرف مثل من، في، إلى، عن، بي، و. من معناه تك، في معناه مده، إلى معناه ديك أو برجنت، عن تك شمبرك، بي دارا شاته، و أبو. رجل একজন লোক، نافذتون একটি জানালা، سيارتون একটি গাড়ি، أبون একজন পিতা، سعادة সৌভাগ্য، شاهد সে দেখেছে، كان সে ছিল বা তা ছিল، شكر সে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছে، يمشي সে হাঁটে، يبتسم সে মুচকি হাসে، أوقف তুমি থামো، হাতি তুমি আসো. هاتي داو، هاتي داو. فأيها الطلاب العزيزة، أعتقد أنكم تقرؤون معي. فوفقكم الله لحفظ أقسام الكلمة وكتابتها، والله أسأل أن يوفقكم الله. وواجبكم المنزلي أن تحفظون أقسام الكلمة حول أمثلة، وتكتبون جيدا في القراصة إن شاء الله تعالى، وفقكم الله، الله الموفق والمعين، وجزاكم الله أحسن الجزاء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.